حقيقة موضوع الإدارة الأمريكية وبيان الخارجية تحديدا يعني يحتاج إلى قراءة حصيفة من الساسة في السودان، خاصة وهو يأتي في ظل سباق وسياق كذلك تحركات أمريكية أفريقية وقمم على كل تعقد لمحاولة سحب أفريقيا بكليتها إلى الحاضنة، إلى الحضن الأمريكي، وهي تخشى من التوسع الروسي الصيني. ولاحظت خلال الفترة الماضية بأن العنصر الأفريقي والقادة الأفارقة صاروا ينظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ليست الجهة المأمونة في أنه والله ترتمي أفريقيا في أحضانها، وبدأوا يميلون إلى النموذج التنموي الصيني. وبالتالي الولايات المتحدة الآن هي تشعر بأن والله الفترة القادمة لابد، وهي تحاول أن تحجم الصين وتحاول أن تخوض معركة مباشرة تقريبا عن طريق أوكرانيا مع روسيا، لا يمكن أن نتصور بأنها والله ستسمح لهؤلاء بنفوذ على كل يتمدد في أفريقيا. تشعر بأن السودان من الدول المهمة جدا في الوسط الأفريقي وشرق أفريقيا تحديدا، في أنه إذا استطاعت أن تكسب السودان فهنالك الكثير من الموارد، وهي تدرك بما لديها على كل من خرائط وما لديها من إمكانات، وهي من السبعينات تقريبا أو ما قبل ذلك لها خلفية كاملة عن الموارد في السودان، فهي على كل من ضمن الرهانات التي تراهن عليها في أفريقيا أن يكون السودان تحت سطوتها، من جانب فيه البعد الأمني في البحر الأحمر، ومن جانب آخر في بعد الموارد، جانب ثالث أيضا تستطيع من خلال الدولة السودانية أن تسيطر على جملة من الدول الأفريقية. فيأتي على كل الموقف في تقدير الأمريكي من الاتفاق الأخير، أولا أكد أكثر من مرة في خطابه الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية بأن والله هنالك مكتسبات تم تحقيقها من خلال هذا الاتفاق. طبعا الشعب السوداني من حقه أن يتساءل ما هي المكتسبات التي حققها أو تحققها الولايات المتحدة، ومن هي الجهة التي تمنح أصلا، وهل هذه الجهة التي منحت ما يمكن أن نسميه مكتسبات واستحقاقات اقتصادية تنموية في المستقبل، هل جهة تملك هذا الحق أم أن والله هذه جهة هي نفسها تعتبر مغتصبة للحق السوداني، لأن من يقرر في مثل هذه القضايا يفترض أن يكون جهة منتخبة وتتمتع بشرعية شعبية وببرنامج أيضا مطروح للشارع. كل ذلك على كل يأتي في تقديري في سياق الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في محاولة فرض واقع على السودان بأي شكل من الأشكال. ولذلك من هنا نؤكد بأنه والله الحديث عن قضية الديمقراطية في تقديري ليست معنية بها كثيرا الولايات المتحدة، أكبر دولة راعية للانقلابات في العالم، أكبر جهة في العالم العربي حليفة للعسكر هي تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك ما ترمي إليه الولايات المتحدة في هذه اللحظة من التحول السريع ومن التسارع في مسألة التوقيع حتى تبعد الصين وتبعد كذلك روسيا من المشهد. لكن في المقابل لاحظنا خلال الأسابيع الماضية أيضا خلال الأيام الماضية أن الصين بدأت أيضا ترمي بأوراقها. خلال 30 سنة الماضية كانت هنالك أيضا اتفاقيات وكانت هنالك ديون وكان هنالك مشاريع كبيرة، ونعرف بأن الصين ساهمت في موضوع استخراج البترول السوداني، وعلى كل هنالك عدد من المشاريع السودان مدين فيها للصين. فالصين من جهة أيضا تريد أن تقول للبرهان ولمن الآن على رأس السلطة في السودان، تريد أن تقول لهم أيضا إذا ارتميتم بكليتكم في الطرف الأمريكي فإن أيضا هنالك استحقاقات ستأتي في الأيام القادمة، وربما تطالب الصين بسداد ديونها. وعلى كل إن الآن السودان ما بين المطرقة والسندان بين الدولتين اللي تعتبر الآن على رأس النظام العالمي، الصين من جهة وأمريكا من جهة أخرى، ولكن من يملك على كل حق الحسم في هذا الملف في ظل على كل هذا التفكك السياسي من جهة، وغياب كذلك سلطة مركزية لها على الأقل الكلمة الفصل في مثل هذه المشاريع.